في عندنا حلين، في حل جدي وعميق بس هيدا بانتظار سنة 2013، وفي حنا حل آني. هلا رح أقولهم شو هني. أول شيء كله عم بصير هلا مسرحية كبرى لإبعاد النظر إذا بدكم، وإبعاد التركيز عن النقطة الفعلية اللي لازم التركيز يكون عليها وهي تشكيل حكومة. ما رح يخلص البلد ويحل مشاكل الناس إذا الكرتونة تبع أجيره حطيناها بالطابق الثاني ولا بالطابق السابع، ما رح يحل مشكلة الناس إذا حوالات معاشات الموظفين دفعناهم من هالصندوق ولا من هداك الصندوق، أو جمعنا مصاري بجيبتنا وكل أمين صندوق خلوا معه مصاري وبعدين مدري شو عملوا فيهم. هذا ما رح يحل مشاكل الناس، وهذا له آليات معتمدة. لبنان دولة مستقلة صار له فوق 60 سنة، مش هلا هيدا عم تنبحث للأسف هون بين هلالين. في بعض اللي عم بيتعاطوا الشأن العام بقلكم بكل صراحة عبسيين. عمليا الخيار، كل مواطن قاعد ببيته بده يعرف الخيار عم بيعمله هو هيك بالفعل. فريق 14 أدار مزبوط، يمكن كل يوم باللي عم بيجرب يبني يكون عنده 100 غلطة مزبوط، بس على قليلة عم بيجرب يبني شيء ما. لك خي حدا يقول لي الإخوان الآخرين شو هو الشغلة يلي بنيوها، يا بيهدموا يا ما بيخلوا حدا يبني وما بيزيحوا من الدرب، وعلمكم كفاية يعني بالمثل هذا.